الماضي كان الناس يربون الأغنام في حظيرة بسيطة للغاية، حيث لا يمكن الحفاظ على درجة حرارة مستقرة، وكانت درجات الحرارة في الحظيرة باردة للغاية بالنسبة للأغنام حتى في بداية الربيع في شينجيانغ. حالياً تتفوق قاعدة التربية الحديثة من حيث ظروف التربية المتطورة، خصوصاً مع غرف التربية الحديثة التي توفر للأغنام مساحة دافئة ونظيفة طوال حياتها. ومن أجل ضمان صحة الخرفان يتم إعطاؤها جرعات مختلفة من اللقاح للوقاية من الأمراض المعدية. من جانب آخر، تم تزويد غرف الولادة الحديثة بمعدات الماء الآلية، حيث يمكن للأغنام شرب الماء في أي وقت ممكن. تحتوي قاعدة التربية الحديثة هذه على نحو 20,000 رأس من الأغنام، ويقدم المربون الأغذية المختلفة لها حسب مراحل النمو المختلفة. فبعد 7 أيام من ولادة خروف يتم نقله إلى الحضانة الخاصة لتربيته مع الخرفان الأخرى. كما تقوم القاعدة بالفحص الطبي المنتظم للنعاج لتأكد من حملها. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع القاعدة بتقنيات متفوقة ورائدة مثل تقنية تحديد الهوية الجينية لأغنام شينجيانغ، ويمكن لكل رأس من الأغنام هنا الحصول على بطاقة جينية خاصة به عبر اختبار الدم. مع تطور التكنولوجيا وتقنيات تربية الأغنام تتحسن ظروف التربية يوما بعد يوم، وبالتالي تتحسن نوعية لحوم الأغنام.